قديش ربي كبير وعظيم في قدرته وهيبته. السماوات تخبر على جلاله وعلى ما خلقته يديه. يوم بعد يوم يحكيوا عليه، وليل بعد ليل يعرفوا بيه. خلق ربي السماوات، خلق معاهم الأرض، ومن ترابها عمل بنادم ونفخ فيه روح. وربي في محبته خلق بنادم على صورته باش تكون له علاقة معاه، وهكا بدات الدنيا وبنادم قدس واحترم الله. في يوم من الأيام جاء الشيطان يغرر في بنادم باش ياكل من الغلة اللي حرمها ربي، وقع المحظور وتمرد بنادم على الخالق ومشى في ثنية أخرى. وبسبب الذنب هذا تقصت العلاقة بين بنادم وربي، وخرج بنادم من جنة عدن وما عادش مع الله. وبالرغم من هذا ما زال يحب بنادم، وبعمره ما كان يحب يبعد على عباده. لكن كيفاش ينجم ربي يكون قدوس وعادل إذا كان ما يحاسبش الإنسان على آثامه؟ في الكتاب المقدس يبين ربي خطه اللي بيها ينجي الدنيا من العقاب، وكان سيدنا إبراهيم أول واحد يكشف له ربي على خطه. كان إبراهيم إنسان تقي، وعدوا ربي باش يباركوا ويكثر له ولاده كرمال بحر ونجوم السماء. وباش يجرب ربي طاعة سيدنا إبراهيم ليه، طلب منه يضحي بولده. ووثق إبراهيم في ربي وطاعه، وقت اللي هز السكينة باش يذبح ولده ما خلتوش الملايكة. وتبين اللي سيدنا إبراهيم يخاف ربي ويحب يسمع كلامه. من بعد شاف سيدنا إبراهيم علوش مجدود من قرونه في الغابة، وذبحوا في عود ولده ضحية لله. وهكا ورى الله لسيدنا إبراهيم اللي الضحية تكفر وتغطي الذنوب، لين يبعث ربي الضحية الكاملة اللي بيها تتغطى ذنوب البشرية وتتمحى، وبعكس الآثام اللي بعدت بنادم على ربي ترجع الضحية العلاقة اللي تقطعت بيناتهم. وتتكلم الكتب المقدسة علي باش يكون الضحية الكاملة اللي تكفر على ذنوب الدنيا الكل. وكيما خذال علوش بقعة ولد سيدنا إبراهيم
زاد اللي باش يجي ياخذ بقعة البشر الكل باش يسامحهم ربي. وبرشا من الناس يشوفوا اللي العلوش هذا هو المسيح اللي باش يكفر ويرجع العلاقة صحيحة بين ربي والبشرية. وتنبؤوا الأنبياء بالتفصيل برشا حاجات تخص المسيح ميات السنين قبل ما يجي. وإشعياء واحد منهم تنبأ اللي ولادة المسيح باش تكون بمعجزة، وقال صبية عذرة باش تجيب ولد ويكون بالمعنى الروحي ابن الله. النبي ميخا قال اللي المسيح يتولد في بيت لحم، وسيدنا زكريا قال اللي المسيح يدخل الأورشليم على جحش، واللي يهوذا واحد من صحابه باش يخونه. وتنبأ النبي إشعياء بأعمال المسيح اللي يقول على لسانه روح الرب اختارني باش نوصل البشارة الطيبة للفقراء، ونداوي اللي قلوبهم مجروحة، والنادي للمسبيين بالعتق، ونخبر اللي وقت ربي جاي باش يخلص شعبه. زعم شكون المسيح؟ في القرن الأول جاء نبي اسمه يسوع، وكان فما شكون اللي يظن اللي هذا هو اللي تحدثوا عليه الأنبياء. ياخي حياته تتوافق مع ما تنبؤ عليه؟ زعم كان هو أكثر من نبي؟ الحكاية اللي باش تسمعوها من بعد تناقلوها شهود عاين حياته في الكتب المقدسة. ثم ممثل بش يلعب دور يسوع برغم اللي حتى حد ما يستحق الدور هذا، والفيلم هذا الغاية منه انه يعاوننا باش نفهم حياة المسيح ونستفادوا منها. نكتب لك يا أخويا العزيز ثوفيلوس الحاجات اللي صارت عندنا، نكتب لك هذا باش تعرف حقيقة الكلام اللي وصلك. في زمان حكم أغسطس إمبراطور روما وهيرود الكبير ملك فلسطين، بعث ربي الملاك جبريل لمدينة الناصرة في الجليل الموجودة في شمال فلسطين لوحدة صبية اسمها مريم. ما تخافش يا مريم، على خاطرك لقيت نعمة عند الله. انت باش تحبل وتولد طفل ولازمك تسميه يسوع. كيفش هذا؟ أنا صبية. روح الله يجي عليك وبقدرته تحبل، هذا علاش الطفل اللي باش تولده يكون مقدس ويتسمى ابن الله وما يكونش الملك نهاية. ومشيت مريم باش تزور قريبتها إليزابيث اللي هي زاد حبلت معجزة ربانية. إليزابيث، مريم أختي مريم، مبروك أنتي ما بيكون لنسى، مبروك الصغير اللي باش تولدو. وقت سمعت صوت سلامك الصغير اللي في كرشي تحرك من كثر الفرحة. روحي تشكر الله اللي خلصني، ونفسي لقات فيه كل الفرحة والسعادة، ومليوم كل الناس باش تقول يا سعادة مريم. يكون في بال كل سكان الناصرة أنه بأمر من القيصر أغسطس باش يقع إحصاء الناس الكل في كل مناطق البلاد، وكل واحد لازم يمشي يقيد اسمه في البقعة اللي تولد فيها نساء ورجال.
ومشيت مريم مع خطيبها يوسف البيت لحم باش يقيدوا أساميهم. أما ما لقاوش بقعة في الفندق اللي مشاولو وتلزوا باش يباتوا في كوري متاع حيوانات. وكان فما في هاك المنطقة سراح يعسوا على غنم في الليل، هما هكاكا وطلع عليهم الملاك جبريل في ضوء عظيم. تولدلكم اليوم في مدينة داود مخلص يسوع المسيح الرب. وفي ساعة مشاو السراح باش يشوفوا هالمولود اللي كان راقد في معلف، وكانوا هما أول من شر بشارة الإنجيل يعني الأخبار السعيد علم الصبية وولادة المخلص. وبعد جمعة وقت باش يطهروه سماوه يسوع، وهزوا يوسف ومريم باش يزوروا بيه بيت الله في القدس اللي كان اسمه أورشليم في هاك الوقت. وكان في بيت الله راجل تقي وصالح اسمه سمعان، كان الله وحاله اللي ما يموتش إلا ما يشوف المسيح. وتو يا رب خلي عبدك يموت في سلام حسب ما قلت في كلمتك. على خاطر عيني شافت خلاصك، طفل هذا مختار من الله. ربي بارككم الاثنين. وقت كملوا زيارتهم حسب ما وصات به شريعة موسى رجعوا للناصرة. وكي ولى عمر 12 عام هزوا يوسف ومريم الأورشليم باش يعيدوا عيد الفصح. ووقت رجعوا قعد هو في أورشليم وهما ما فاقوش به. وكي فاقوا رجعوا يفركسوا عليه. في ثالث يوم القاوة في بيت الله يناقش في الشيوخ ورجال الدين. والشكول يسأل في الأسئلة الصعيبة هذا؟ راهو من ناصرة في بالنا رجع معانا، سامحوا له حب التلاع. وكل اللي سامعوه تعجبوا من كثرة معرفته. يا وليدي علاش عملت فينا هكا؟ أنا وبوك تعذبنا برشا باش لقيناك. علاش تلوجوا عليا؟ ما تعرفوش اللي لازم نكون فيما خص الله؟ ورجع معاهم للناصرة وغادي يتربى وكبر في الحكمة والمعرفة عند الله وعند الناس. في العام 15 من حكم القيصر تيباريوس، وقد كان بيلاطس البنطي والي اليهودية، وهيرود حاكم على الجليل، وحنان وقيافة رؤساء رجال الدين، وحارب بكلامه ليوحنا أو سيدنا يحيى، وكان يدور في المدن المحاذية لوادي الأردن يشجع في الناس على معمودية التوبة باش تغفر لهم ذنوبهم. ابعدوا على فعل الشر ويتعمدوا وربي يغفر ويسامح كل الذنوب كيف ما هو مكتوب في كتاب النبي إشعياء. راجل ينادي في الخلاء يقول حذروا طريق الرب إلهنا، عملوا الأذنية بستوية، كل واد لازم يتردم، كل أضبة وجبل لازم يستواو، كل الثنايا المعوجة تولي مستوية،
وثنايا الوعرة تولي سهلة، كل الناس باش يشوفوا خلاص الله. اش نعملوا؟ نعم اش نعملوا؟ اه يا اولاد الفاعي، اش تحبنا نعملوا؟ قل لنا، انا طريق نمشوا فيه. شكون عنده زوز باس لازم يعطي واحدة للي ما عندوش، واللي عنده ماكلة يعطي زادة. يا سيدنا احنا اللي نلمو في الضرايب، ايش نعملو؟ ما يلزمكمش تاخذوا اكثر من حقكم. بالنسبة لي نحن ايش نعملو؟ ما تظلموا حتى واحد من الناس بالقوة، وما تقودوش بيهم بالكذب، واستقنعوا بشهاريكم. قول لنا انت، هو المسيح؟ انا نعمتكم بالماء، ما باش يجيكم شكون هو اللي اقوى مني، وانا ما نستاهلش نحيل صباته. هو باش طهركم بالنار الروح القدس، وعنده غربال باش يفصل بيه القمح من القش ويخبي القمح في مخازنه. وهبط عليه الروح القدس في صورة حمامة، وصوت من السماء يقول: أنت هو ابني العزيز اللي فرحت بيه. وقت بدا يسوع رسالته كان عمره تقريبا 30 سنة. وقت رجع من الأردن كان مليان بالروح القدس، وقاد الروح في الصحراء وين إبليس حب يجربه لمدة 40 يوم. في كل هالوقت كان صايم. وقال له إبليس: إذا كنت بالحق ابن الله قل هالحجرة تولي خبز. مكتوب: مش بالخبز بركة ينجم يعيش الإنسان. ومن بعد طلعوا إبليس فوق جبل، وفي لحظة وراه كل ممالك الدنيا. لكنتي نعطي سلطان ومجد هالممالك الكل على خاطرهم تحت سيطرتي، وانا نعطيهم للي نحب. كل هذا يولي ملكك اذا تركع لي. مكتوب لله وحده تركع، وهو بركة تعبده. وهزوا إبليس لأورشليم وطلعوا لأعلى بقعة في بيت الله المقدس. إذا كنت أنت بالحق ابن الله أرمي روحك من هنا، على خاطر مكتوب الله يوصي ملايكته باش يردوا بالهم عليك ويشدوك بيديهم باش ما تعثر ساقك في حجرة. أراه مكتوب، ما تجربش الرب إلهك. Thank you.
ورجع يسوع للناصرة وين تربى صغير. أهلا. أهلا. وفي نهار السبت تدخل كالعادة البيت الله. وطلبوا منه باش يقرأ في كتاب النبي أشعياء. روح الله عليا اختارني باش نوصل البشارة للفخارة، بعثني باش نطالب تحرير المربوطين وترجيع الأبصار للعميان، باش نعطي الحرية للمضطهدين. نعلمكم اللي الوقت جاء باش يخلص الله شعبه. يتكلم بالقدام. الكلام المكتوب وسمعتوه ولا حقيقة اليوم؟ حقيقة اليوم؟ لكن في بالك المسيح حق هذا. كيفاش نعرفه؟ على كل حال انتم تقولوا لي يا طبيب اشفي روحك واعمل حاجات هذه في بلادك كما سمعنا عليك عمل في مدينة كفرناحوم من قبل. انا نقول لكم هذا حتى نبي ما هو مقبول في بلاده. وبالكلام هذا عرف يسوع روحه للناس على انه هو المسيح الملك المنتظر، بعثه ربي باش ينقذ شعبه من الضلال اللي هما فيه. لكن اليهود ما قبلوش على انه هو المسيح، وحبوا يهزوا يطيحوه من فوق الجبل، لكنهم عجزوا. ولا خلاهم ومشى يكمل ثنيته لمدينة كفرناحوم في الجليل. كان الاستعمار الروماني في كل بقعة، وكانوا الناس الكل يستناو في المسيح باش يخلصهم من هالظلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجم نركب في فلوكتك سمعان؟ فضل. مش يمشي ويخلينا؟ كلمنا كلمنا. ايه كلمنا يا سيدنا كلمنا. مرة دخلوا زوز رجال لبيت الله باش يصليوا، واحد مدين والاخر جاب ضرائب. الراجل مدين بدا يصلي ويقول نشكرك يا ربي على خطرني مانيش طماع او ظالم وزاني كيما الاخرين، ونشكرك على خطرني مش كيف جاب الضرائب هذا. نصوم مرتين في الجمعة ونعطيك عشر ما نملك، لكن جاب ضرائب ما نجمش حتى يهز عيني للسماء، أما خبت على صدره وقال يا رب ارحم عبدك المذنب. أنا أقول لكم اللي جاب ضرائب تغفرت ذنوبه ومش المدين. كل اللي يتفوخر ويتكبر لازم يتيح، واللي يتواضع يعلى قدره. أدخل بالفلوكة لداخل ومن بعد أرمي شباك باش تصطاد. يا سيدنا رانا تعبنا، خدمنا الليل بكله وما شتينا حتى شيء.
وعلى خاطرك باش نرجعوا نستادوا. يعقوب، يوحنا، هيا. يعقوب، يوحنا، جيبوا فلوكتكم، هيا عاونونا. نحن نحبوا شكون يعاوننا. يزي يزي يزي، فيه البركة يزي. اخرج من فلوكتي يا سيدنا، راني راجل مذنب. ما تخافش، من توا تولي تهدي الناس. اقربوا واسمعوا الكلمات اللي باش نقولها لكم واللي باش تحياوا بها، وطلبوا وجه ربي وين ما هو موجود، ادعيوله راهو قريب ومجيب. المجرم يبدل ثنيته، واللي أفكاره خايبة يتوب، والله يرحمه ويغفر له كل ذنوبه ويعيش في فرحة وسلام مع الله. أو خرج اغزروله. يا يسوع يا يسوع، يعيشك انقذ لي بنتي. يا سيدنا ألطف بيها، عندها 12 عام راهي قاعدة تموت. يعيشك يعيشك، إجا معايا. يا أرس، الله غالب. يا يسوع، بنتك راهي ماتت، خلي سيدنا رايض. ما تخافش، أمن بركة وهي تبرع. ما تبكيوش، ما ماتتش، أما راهي راقدة. يا بنية قوم. أعطيوها تاكل، نوصيكم ما تقولوا لحد إيش صار هنا. وبعد اللي صار خرج، وهو ماشي شاف جابي ضرايب اسمه متى قاعد يقبض في الفلوس من عند الناس. تبعني.
وطلع يسوع للجبل باش يصلي، وعدى الليل بكله في الصلاة. وفي الصباح لما تلامذته واختار منهم 12 اللي سماهم رسل. سمعان اللي سماه بطرس، وأندراوس خوه، يعقوب، ويوحنا، فيليب، وبرتلماوس، متى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان المشهور بالغيور، ويهوذا خو يعقوب، ويهوذا الأسخريوطي اللي باش يخونه. يا ساعدكم يا فقارة، على خطر ليكم الجنة. يا ساعدكم يا جواع، على خطركم باش تشبعوا. يا ساعدكم يلي تبكي وتو، على خطركم باش تضحكوا. يا ساعدكم وقت يخرجوكم من دياركم ويكرهوكم ويسبوكم، على خاطر انتوما تبعتوني. افرحوا برشا في هيك النهار، على خطر عندكم أجر كبير عند ربي. هكا جدادهم كانوا يعملوا مع الأنبياء. سبعتاش، ثمنتاش، تسعتاش، عشرين، هذا اللي عندي. إيش معنى هذا ما عندك؟ يا ويلكم يا غنية، على خاطر خذيتوا حقكم في الدنيا. ملا مهبول ما يحبش هو اللي يغني. يا ويلكم يا اللي تضحكوا توا، على خاطركم باش تبكيوا وتحزنوا. يا ويلكم إذا شكروكم الناس، على خاطر هكا عملوا جدادهم على الأنبياء الدجالين. أما أنا أقول لكم يلي تسمعوا فيا، حبوا أعدائكم، عملوا الباهي مع اللي يكرهوكم، باركوا اللي يلعنوكم، وسامحوا اللي يغلطوا معكم. اللي يضربك على خدك اليسار زيد اعطيه خدك اليمين. اذا واحد اخذ لك لحفتك زيد اعطيه جبتك. واذا طلبك حد في حاجه اعطيه. واللي اخذ منك حاجتك ما تطلبهاش منه. عاملوا الناس كما تحبوا الناس يعاملوكم. إذا تحبوا اللي يحبوكم بركة، شنية مزيتكم عليهم؟ حتى المذنبين يحبوا اللي يحبوهم. وإذا تعملوا الباهي للي يعملوا لكم الباهي، شنية مزيتكم عليهم؟ المذنبين يعملوا هكا زادة. كيفاش يمسها؟ كيفاش كلامها؟ ملا عار.
لا، حبوا عداكم واحسنوا لهم، عاونوهم وما تستناو منهم شيء، وهكا يكون عندكم أجر عظيم وتوليوا بالحق أحباب الله. راهو ينعم على الشاكرين ولا شرار، كونوا رحماء على خطر الله رحيم. يسوع خلصنا. ما تحاسبوش باش ما تتحاسبوش، ما تحكموش باش ما تتحاكموش، اغفروا باش يتغفر لكم. عاوننا يا سيدنا. اعطيو وانتوما باش تاخذوا، راهو المقدار اللي باش تعطيوه تاخذوه، راهو الأعمى ما ينجمش يقود دعم آخر، على خطرهم يتيحوا الاثنين في حفرة. علاش تشوف القشرة اللي في عين خوك وما تشوفش العود اللي في عينك أنت؟ علمنا يا سيدنا. رانا في حاجة ليك توا. يا سعد هالكرش اللي حبلت بيك وجبتك. يا سعد اللي يسمع كلام ربي ويطيعه. شكون هالراجل؟ زعما يكونش هو مسيح الله؟ واستدعى هالراجل المدين يسوع باش ياكل معاه، ومشى يسوع معاه لداره وحط له الماكله. هيا مشيو، قربوا بعيد، مشيو مشيو عاد، يحبوا كان يهرجوا. ايش جايه تعمل هذه هنا؟ ما نعرفش. كان بالحق هو نبي، تو يعرف شكون هالمرأة اللي قاعدة تمثله في ساقي، ويعرف عيش الفساد اللي عايشتها. راني نعرف شكون هالمرأة يا سمعان، أما اسمعني، كان فما راجل مسلف زوز من الناس فلوس، واحد مسلفه 10 مرات قد الآخر، كيما نجموش يخلصوه ولا سمحهم الاثنين، شكون منهم باش يحبوا أكثر؟ يظهر لي الراجل اللي سامحه في أكثر فلوس. صحيح، تشوفي هالمرأة؟ أنا دخلت لدارك وأنت ما جبتليش الماء باش نغسل سقايا، أما هي غسلتهم بدموعها ومسحتهم بشعرها، كي جيت ما سلمتش عليا وبوسني، أما هي من اللي جيت ما بطلتش تبوسلي في سقايا، أنت ما مسحتليش راسي بشوية زيت، أما هي بالطيب غسلتلي سقايا. أنا أقول لك ذنوبها البرشة تغفرت على خطرها حبت برشة، واللي تغفر له شوية يحب شوية. كل خطاياك تغفرت برا، إيمانك خلصك يا امرأة. كان يسوع يتنقل بين البلدان يحكي ويخبر على مملكة الله، وكان معاه تلامذته الاثناش وثلاثة نساء اللي خرج منهم الجنون، مريم المشهورة بالمجدلية، ويوانا مرت خوزي يخدم حاجة في قصر هيرود، وسوسنة.
وكان هيرود ولي الروم على الجليل حاطط يحيى المعمدان في الحبس على خاطره حرم عليه باش يتزوج بمرت خوه. نعم، وقت وصلنا للباب مدينة نين كانت فما جنازة خارجة. كان الميت ولد مراها جالة، وقت شافها يسوع حن قلبه عليها ونحل كفن على الميت وقال له: يا ولد أنا أقول لك قوم. قام الميت ومشى لأمه، وكانوا الناس الكل متعجبين. شنو؟ برا أقول له أنت اللي قال عليك يحيى باش تجي، ولا نستنى واحد آخر؟ يا سيدنا، يا سيدنا يحيى بعثني باش نسألك، انت هو اللي باش تجي ولا نستناه واحد اخر؟ برا ارجع وقول ليحيى لا ما ولا يشوف والمشلول يمشي، ويا سعد اللي يمن وما يشكش. حب تشوف اي جنسك تشوف توا هاني تشوف في يسوع. خرج فلاح يزرع في ارضه، وقت رمى الزريعة طاح منها شوية في ثنية، وجاو العصافر كلاوها وطاح شوية على الحجر، وقت طلعت ماتت على خاطر ما كانش فما ثرى، وطاح منها شوية في الشوك وطلع الشوك مع الزريعة وهكا تخنخت، وطاح شوية في أرض باية وطلعت الزريعة وثبتت وجات صابة. يا سيدنا علاش تتكلم بالأمثال قدام الناس؟ ليكم انتوما بركة تعطات أسرار مملكة الله، أما الأخرين ما يسمعوا كان بالأمثال على خاطرهم يسمعوا وما يفهموش ويغزروا ما يشوفوش. وهذا تفسير المثل. الزريعة هي كلمة الله، الزريعة اللي طاحت في ثنية تقصد الناس اللي سمعوا الكلمة، ومن بعد يجي إبليس وينحيها لهم من قلوبهم باش ما يمنوش ويخرسوا، واللي طاحت على حجر تقصد الناس اللي وقت يسمعوا الكلمة يقبلوها بفرحة، أما ما عندهمش ساس يمنوا لفترة قصيرة، وقت تجي الشدة يرتدوا. واللي طاحت في الشوك تقصد الناس اللي سمعوا الكلمة لكن حبهم للمال وامور الدنيا وشهواتها تشدهم ليها ما تخليهمش يمنوا ويثبتوا. اما اللي في الارض الباهية تقصد اللي يسمعوا الكلمة ويحفظوها في قلوبهم ويصبروا ويثبتوا. حتى واحد ما يشعل مشعل ويغطيه بخطاه، أما يحطه في بقعة عالية وهكا داخل الدار يشوف شنو قدامه، كل مخبي لازم بالشذر وكل المستور لازم يتكشف ويبان. ردوا بالكم ليش قاعدين تسمعوا، اللي عنده باش ياخذ أكثر، واللي ما عندوش باش ياخذوا منه حتى شوية اللي ظنها عنده. يا سيدنا أمك وأخواتك يستناو فيك البرة، يحبوا يشوفوك. أمي وأخوتي هما اللي يسمعوا كلمة الله ويطيعوها. وفي نهار من نهارات
ركب يسوع في الفلوكة مع تلامذته وقال لهم هيا نتعدوا للجهة الأخرى. خليهم ورقد في الفلوكة. وينو إيمانكم؟ وكملوا طريقهم حتى وصلوا لمدينة الجدريين المقابلة للجليل. يا ابن الله، ايش تحب عندي؟ بالله ما تعاقبنيش. قل لي ايش اسمك انت؟ ليجيون يا سيدنا، ما تبعثناش العالم السفلي، أما خلينا ندخلوا فيها الحلالة. أرجو أخو أخو. وخرجوا الجنون من الراجل أرجو ودخلوا في الحلالة. امشي امشي من هالبقعة، امشي ابعد علينا. نحب نتبعك وين تمشي، خليني نجي معاك. ارجع لدارك وقول اش عمل معاك الله. ومن بعد مشى يسوع وتلامذته لمدينة اسمها بيت صيدا. وكي سمعوا به الناس خلطوا عليه وتابعوه. وجاه بطرس وقال له يا سيدنا قول لهالناس اللي هنا يروحوا
ويمشيوا للقراوة السواني القريبة من هنا ويفركسوا وينباتوا وما يأكلوا. هالبقعة خالية ما فيها شيء. لا اعطيوهم انتوما ما ياكلوا. ما عندنا كان 5 خبزات وزوز حتات برك. مبارك انت يا الله الهنا، تملك الدنيا وما فيها، قادر باش تخرج النعمه من الارض. هذا مستحيل. اش يقولوا عليا الناس؟ فما ناس يقولوا اللي انت يحيى المعمدان، وناس يقولوا اللي انت ايليا، وناس اخرين يقولوا اللي انت نبي من انبياء الله القدم بعثه ربي من جديد. وبالنسبه لكم اش قولوا عليا؟ انت هو المسيح. ما تقولوا هذا لحتى واحد. ابن الانسان لازم يتوجع برشا ويترفض وباش يوصل للموت، اما بعد 3 ايام يعاود يقوم. شكون منكم باش يتبعني؟ انا نتبعك، اما خليني نمشي سلم على عائلتي ونجي. حتى واحد ما يحط يد وحده على المحراث ويتلفت التالي يصلح لمملكه الله. اذا واحد يحب يجي معايا لازم ينسى روحه ويتحمل الاضطهاد كل يوم يتبعني. كل اللي يحب يخلص روحه يخسرها، واللي يخسر روحه من اجلي انا يخلصها. اش يربح الواحد اذا ملك الدنيا واللي فيها وخسر روحه؟ اذا واحد يستعار بيا وبكلامي، ابن الانسان يستعار بيه وقت يجي في مجده ومجد الله والملائكة القديسين. انا اقول لكم فما من الحاضرين منكم هنا ما يموتوش حتى يشوفوا مملكة الله. ومن بعد هز يسوع يوحنا ويعقوب وبطرس معاه وطلع للجبل باش يصلي.
وقت بدا في الصلاة بدا وجهه يتغير وحوايجه ولات بيضة تلمع، وإذا بزوز رجال يحكيوا معاه هما موسى وإيليا اللي كانوا في هيبة عظيمة. لازمك تكمل إرادة الله وتموت في أورشليم. وقت باش يفارقوه قال له بطرس: يا سيدنا اش خاصك ان نقعد هنا؟ نعملوا ثلاثة خيام، واحدة ليك. وكبدا بطرس يتكلم واحدة لموسى، جات اصحابه وظلت عليهم واحدة لإيليا. يا اخي خافوا. هذا هو ابني اللي اخترته، اسمعوا كلامه. يا سيدنا يعيشك اغزل ولدي، يعيشك عاونو. راهو هذا الولد اللي عندي، ربط من تلامذتك باش يخرجوا الشيطان اللي فيه، اما ما نجموش. جيل ايمانه ضعيف. قداش باش نقعد معاكم ونتحملكم؟ هات ولدك هنا. حتى وجهه برا، هذه معجزة. علمنا كيفاش نصلي وكيف ما علم يحيى تلامذته. وقت صلي وقولوا إلهنا اللي في السماء، خلي اسمك يتقدس ومملكتك تجي، خلي إرادتك في الأرض كما في السماء، خبزنا اللي كفينا أعطينا كل يوم، واغفر لنا كل ذنوبنا كيف ما نغفر احنا للي يغلطوا معنا، وما دخلناش في محنة اما نجينا من الشيطان. اسألوا وانتو ما تاخذوا، اطلبوا وانتو ما تلقاوا، دقوا على الباب وهو يتحللكم، كل اللي يسأل يتجاوب، واللي يفركس يلقى، واللي دق على الباب يتحلوا. شكون منكم وهو ابوه يطلب ولده في حوتة يعطيه حنش، ولا يعطيه عقرب في عوض عظمة؟ إذا كان انتوما المذنبين ما تعطيه كان الباهي لولادكم. خلي إلهكم اللي في السماء
يعطي الروح القدس للي يطلبوه. انا اقولكم ما تخموش في ارواحكم اش تاكلوا ولا في ابدانكم اش تلبسوا. الروح اهم الماكله والبدن اهم اللبسه. شوفوا العصافر، لا يزرعوا ولا يحصدوا، لا عندهم بيت ولا مخزن، اما الله يرزقهم. اشكون خير عند الله، انتوما ولا العصافر؟ اشكون منكم اذا يهتم ينجم يزيد في حياته شويه؟ اذا ما تنجموش الحاجات البسيطه علاش تهتموا بالباقي؟ شوفوا النوار كيفاش يطلع، لا يشقى ولا يتعب. حتى سليمان في عزه ما كانش يلبس كواحدة منهم. إذا الله اللي يكسي الأرض بالحشيش اليوم ويحرقه من غدوة يعمل بيه هكا، أكيد يكسيكم وما ينساكمش. آه يلي إيمانكم ضعيف، زيد قوي إيماننا. إذا عندكم إيمان قد حبة الخردل نجموا تقولوا لها الشجرة تقلع بعروقك وامشي تزرع في البحر وهي تطيعكم. لازم تجي العثرات، لكن يا ويل اللي يكون سبب فيها. خير لو كان يربط حجرة في رقبته ويرمي روحه في البحر، خير لو من اللي عثر واحد من الصغار في الشر. تعرفوا لشنو تشبه مملكة الله؟ هي تشبه الواحد زرع حبة خردل في أرضه، طلعت وصارت شجرة كبيرة، وجات العصافر وبنات فيها عشاشة. ما فهمتش علاش شنو يتكلم. قل لي علاش تاكل وتشرب مع جبات الضرايب والمذنبين؟ الناس صحاح ما يحتاجوش لطبيب، اما المرضى برك. انا ما جيتش للي يعملوا في الخير باش يتوبوا، اما للمذنبين. زيد حكينا على مملكة الله. ما تخافوش، على خطر الله فرحان بيكم وباش يورثكم مملكته. بيعوا كل ما تملكوا واعطيوه للفقارة، زودوا أنفسكم بكياس ما تفناش وكنوز ما تفاش في السماء، على خطر غادي حتى السارق ما يوصلهمش والسوس ما يغلطلهمش. على خاطر وين كنزكم يكون قلبكم. يا مرا انت متحرم من مرضك، شوفوا شوفوا راح يبرد، هذه معجزه، شوفوا راح يبرد، اقربوا شوفوا. الحمد لله، شكرا يا سيدي. بعد 18 سنة في المرض، ربي يحفظك يا سيدنا. مثلا كان 6 أيام نجموا نخدموا فيهم، يجاو في نهار منهم باش تشفاو، أما موش في نهار السبت. يا منافقين، أشكون منكم ما يحل ثوره ولا بهيمه ويهزوا من الكوري باش يسقيه في نهار السبت؟ وهذه المرأة من نسل إبراهيم اربطها شيطان لمدة 18 عام، ما كانش لازم تتحرر نهار السبت؟
يا سيدنا صالح، إيش لازم نعمل مش ناخذ الحياة الأبدية؟ علاش تقول لي يا صالح؟ ما فما حتى حد صالح كان الله. أنت تعرف الوصايا، ما تزناش، ما تقتلش، وما تشهد على حتى واحد بالكذب. أحسن بوك وأمك. من وقت كنت صغير حفظت كل هالوصايا هذه. قالت لك واحدة لازم تعملها، بيع كل ما تملك وقت الفلوس للفقارة، يولي عندك كنز في السماء ويجي تبعني. لكن احنا تجار وأغنياء، قداش صعيب على الغني باش يدخل لمملكة الله؟ أسهل دخول جمل من عين الإبرة من دخول غني لمملكة الله. مال شكون ينجم يخلص؟ المستحيل عند الإنسان سهل عند الله. وقتاش بالضبط تجي مملكة الله؟ مملكة الله ما تجيش بطريقة ظاهرة. حد ما يقول أغزر هاي هنا ولا هاي غادي، على خاطر مملكة الله في وسطكم. باش يجي وقت تتمنى وتشوفوا فيه يوم من أيام ابن الإنسان، أما مش باش تشوفوا. كيف البرق في السماء يبرق من جهة ويضوي في جهة أخرى، هكا يكون رجوع ابن الإنسان في نهاره. أما في الأول لازم يتعذب ويتألم ويترفض من هالجيل. السماء والأرض تفنى أسهل من اللي تنقص كلمة واحدة من شريعة الله. أنا أقول لكم برشا أنبياء وملوك حبوا يشوفوا اللي انتوما تشوفوا فيه وما شافوش، وحبوا يسمعوا اللي انتوما تسمعوا فيه وما سمعوش. أش نعملوا؟ أش تقول الشريعة؟ واش فهمت أنت؟ حب الرب إلهك بكل قلبك، بكل روحك، بكل قوتك، بكل فكرك، وحب قريبك كما تحب روحك. صحيح، أعمل هذا وانت تفوز. وش يكون قريبي؟ مش العسكر هذا، والقيصر. كان فما راجل مسافر من أورشليم لأريحة، طاح في يد قطعية، ضربوه وسرقوه وخلوه بين الحياة والموت. وكان فما راجل دين متعدي من غادي، وقت شافه بعد عليه وخلاه. وتعدى زاد خادم بيت الله من نفس البقعة، شافوا وكيف كيف مشى وخلاه. لكن فما رجل فقير بتعدي من نفس الطريق، وقت شافوا حن قلبه عليه وقرب منه ونظف له جرحه وصبلوا عليه زيت وخل وضمدوا وركبوا على بهيمه وهزوا للفندق وتلها بيه. ومن غدوة أعطاه المولى الفندق فلوس وقالوا رد بالك عليه، وقت نرجع من هنا أرجع لك إيش صرفت عليه. شكون من هالثلاثة ولا قريب من هالرجل اللي عمل معه البي؟ انتو ما زادة عملوا هكا. خليوا الأولاد صغار يجوني وما تشدوهمش، على خاطر أمثالهم في مملكة الله. الحقيقة نقول لكم اللي ما يقبلش مملكة الله كيف ولد صغير مستحيل ينجم يدخل لها. اللي يقبل صغير على خاطري يقبلني أنا، واللي يقبلني أنا يقبل اللي بعثني. الصغير بيناتكم هو العظيم فيكم. يسوع الناصري هو المتعدي. يا يسوع يا
يا يسوع يا ولد داود يا سيدنا ارحمني. ايش تحبني نعمل لك؟ نحب نرجع نشوف. شوف إيمانك هو اللي براك. وليت نشوف وليت نشوف وليت نشوف. وقد كان يسوع ماشي في ثنيته الأورشليم، كانوا الناس يجيوه ويسألوه باش يوريهم طريق الخلاص ويكلمهم أكثر على مملكة الله. الراجل بالحق نبي. يا سيدنا يا سيدنا خلصني. نشكر الله، ورينا طريق صحيح يا سيدنا. وبدات الناس تقبلوا على انه سيد ورب. وفي اريحا كان فما جابي ضرايب باسمه زكا حب يشوف يسوع، ومو كثره الناس طلع فوق الشجره باش ينجم يشوف. هذا جابي الضرايب. اهبط فيسع يا زكا، لازم نقعد في دارك اليوم. في داري؟ شكون يقعد في دار واحد كيفه؟ لم يعرف زكا يسوع. اسمعوا، أنا باش نعطي نصف ثروتي للفقارة، وإذا فكيت حاجة الواحد باش نرجع له حقه قد أربع مرات. هذا شيء ما يتصدقش، جيب ضرايب يعطي فلوس؟ مستحيل. تعرفوا اللي حصل خلاص لهالدار اليوم؟ على خاطر هالراجل اثبت انه بالحق ولد ابراهيم. ابنه الانسان جاء باش ينقذ الهالكين. اسمعوا، احنا ماشيين لاورشليم، وين باش يتم كل ما كتبوا الانبياء على ابن الانسان. غادي يسلموه للكفار باش يستهزؤوا بيه ويشتموه ويعايروه ويبصقوا عليه ويجلدوه بالصوت ويقتلوه. في النهار الثالث باش يقوم. وعزم يسوع باش يمشي لأورشليم بالرغم اللي هو يعرف اللي باش يتقتل على خاطر خطايا الناس الكل. وبرشا ناس فرحوا وقت جاء وحطوه ملك عليهم. يسوع قلت لمثلك باش يسكتوا. انا اقول لكم اذا هما يسكتوا هالحجر اللي تشوفوا فيه باش ينطق. السلام والمجد لله. يا
وقت قرب يسوع من أورشليم خزر لها وبكى عليها وقال: لوكان، عرفت يا أورشليم حتى في نهارك هذا شنو طريق سلامك؟ إما راهو مخفي عليك باش يجيو نهارات اللي فيها عداك يحاصروك بالحديد والنار من كل جهة ويهدموك وأولادك في وسطك وما يخليوش فيك حتى حجرة مبنية على أختها، على خاطر ما عرفتش الوقت اللي باش تتزار فيه. بيت الله المقدس في أورشليم ولا سوق للبيع والشراء في وقت اللي هو مكان للصلاة والعبادة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحداش، راهو مكتوب بيتي راهي بيت بتاع سلام وانتوما رجعتوها مغارة السراق. هاي شدو راهو ضرنا، وقفوه. وبدات المعارضة تكبر ما بين رجال الدين على خاطر الناس يحبوا يرجعوا يسوع ملك. أنا سمعت اللي برشا ناس يعتبروه ملك. ملك؟ ملك على السراق والطلاب. شفنا برشا قبله يتكلموا ويعملوا برشا تباع وبعد يتنساوا. ما تكونش أعمى، أتباعوا قاعدين يكثروا كل يوم والناس متأثرين بيه للدرجة هذه؟ اسمعوا شنو باش نقول لكم. اذا كان هالراجل يهدد الامن مره اخرى راكم انتوما المسؤولين. تقريب عنده الحق، لازم نواجهه هالراجل. في الوقت اللي بدا يسوع يكشف فيه اعمال المنافقين من المدينين ورجال الدين، تكاثروا اتباعهم اليهود وتكاثر معاهم عدد المعارضين اللي كشفهم. وفي بيت الله شاف يسوع عزوزة هجالة وفقيرة عطات ما عندها. هذا اللي عندي. وهذا اللي تكسب؟ أنا أقول لكم هالعزوزة الهجالة عطات أكثر من الناس الكل، على خاطر الأخرين أعطاهم الفاضل اللي عندهم، أما هي عطات كل اللي عندها بالرغم اللي هي تحتاجهم. قل لله بأنا حق تقول في الشيء هذا، وشكون أعطاك هالحق؟ وأنا زاد نسألكم سؤال، قولوا لي حسب رأيكم، معمودية يوحنا جات من السماء ولا من عند الناس؟ إش باش نجاوبوا؟ إذا قولوا من السماء مش يقولوا علاش ما منتوش بيه؟ إذا نقولوا من عند الناس العباد باش يرجمونا على خاطر يظنوا اللي يحيى نبي. ما نعرفوش منين جاتوا. وانا زادة ما نقولكمش باي حق قاعد نعمل في هذا. كان فما راجل زرع ثاني عنب وخلى فيها خدامة ومشى يسافر لمدة طويلة. كي جاء الوقت باش يجمعوا العنب بعث العبد متاعه للخدامة
باش ياخو الباي متاعو من الصابة، لكن الخدامة ضربوه ورجعوه من غير حتى شيء، زاد بعثوا واحد آخر. لكن الخدامة ضربوه وهنوه وزاد ورجعوه فارغ، زاد بعث عبد الثالث، لكن الخدامة جرحوه وطردوه من الثانية. ولا قال في فكره ايش باش نعمل، لازم نبعث لهم ولدي العزيز، اذا شافوه يخافوا منه. وقت شافوه جاي يمشي من بعيد قالوا لبعضهم هذا ولد الملاك، هيا نقتلوه والورث متاعه يولي متاعنا. زي تحكي لنا يا سيدنا. وخرجوه البرة من الثانية وقتلوه. ايش باش يعمل مولا الثانية وقت يقابل خدامة هذم؟ يجي ويقتلهم الكل ويعطي الثانية متاعه الخدامة اخرين. قولوا لي شكون المقصود بهذا؟ الحجرة اللي كانت مرفوضة من البناية ولات الحجرة اللي عليها الساس؟ كل اللي تيح على الحجرة هذه يمشي تروف تروف، وإذا الحجرة هذه تيح على واحد تسحقه وما تخلي فيه شيء. يا يسوع احنا نعرفوا الكلام اللي تقول فيه وتعلم بيه صحيح، ونعرفوا اللي انت ما تجاملش الناس وتقول الحق وتعلم الناس طريق الحق. قول لنا يا اخي نعملوا كيف ما يقول القانون وندفع الجزية للقيصر ولا لا؟ رد بالك يا سيدنا، يحب يحصلك. اعطيوني دينار. تصوير شكون وكتيبة شكون؟ قيصر. بتاع قيصر. اعطيوه القيصر. بتاع الله اعطيوه لله. هو قولك في إجابة. وجاء وقت الاحتفال بعيد الفصح اللي فيه منع الله بني إسرائيل من فرعون. يا أخي بعث يسوع سمعان بطرس ويوحنا باش يشريوا مكلة الفصح. اشتهيت برشا باش ناكل الفسحة معاكم قبل ما نتوجع. وانا نقول لكم ما عادش باش ناكل منه مرة اخرى حتى يتم هذا القصد في مملكة الله. نشكرك يا الهنا العظيم، مالك هالكون، قادر باش تخرج الخمر من العنب. خذوا هذا وقسموه بيناتكم. انا ما عادش باش نشرب منه مرة اخرى حتى تجي مملكة الله. نشكرك يا إلهنا العظيم، مالك هالكون، اللي تخرج النعمة من الأرض. هذا هو بدني اللي باش يتقدم على خطركم. أعملوا هذا باش تتذكروني. هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي اللي باش يسيل على خاطركم. اما يد اللي باش يخوني معايا توا هنا. وبالحق ابن الانسان لازم يموت حسب مشيئه الله، اما يا ويل الراجل اللي باش يخونه. مش ممكن. مش ممكن. هذا مستحيل. شكون اللي باش يخونك؟
الكبير فيكم لازم يكون كصغير، والقائد لازم يكون كل خديم، على خاطر شكون الكبير؟ اللي قاعد ولا اللي يخدم؟ اللي قاعد بطبيعة، لكن أنا ما بيناتكم كل خديم. انتم اثبتوا وشديتوا صحيح معايا، وهذا علاش باش نعطيكم المملكة كيف ما عطاني الله، والغادي تشربوا وتاكلوا معايا وتقعدوا على الكراسي وتحكموا أسباط إسرائيل 12. يعني ما فماش خاين بيناتنا؟ سمعان يا سمعان، الشيطان حب باش يفرزكم كيف ما يعمل الفلاح وقت يستعمل الغربال باش يغربل القمح من القش، لكن أنا صليت من أجلك باش يثبت إيمانك، وقت رجع لي لازم ثبت أخوتك زادة. يا سيدنا أنا مستعد نمشي معاك للحبس حتى للموت. أنا أقول لك ما يذن السردوك اليوم إلا ما تنكر 3 مرات كونك تعرفني. وقت بعثكم بلاش فلوس ولا حوايج ولا سباب تحتشتوا الحاجة؟ لا لحد شيء، لكن توا اللي عنده فلوس ولا حوايج ياخذهم، واللي ما عندوش سيف يبيع حوايجه ويشري واحد. وانا اقول لكم اللي لازم تتحقق فيه النبوة وحسبوه مع المجرمين، والحاجات اللي تتكتب عليا لازم تتم. شوف يا سيدنا عنا زوز سيوفة. هذا يكفي. واجتمعوا رجال الدين باش يفكروا كيفاش ينجموا يقتلوا المسيح، وتخلى الشيطان في وسط يهوذا اللي كان واحد من تلامذته الاثناش، ورسم خطة مع الشيوخ باش يشدوا يسوع. وخرج يسوع من أورشليم وطلع على جبل الزيتون باش يصلي. ادعيوا باش ما يغلبكمش الشيطان. وخان يهوذا الأسخريوطي يسوع 30 قطعة من الفضة، وعرف يسوع اللي ساعة الموت قربت بسبب خطايا الناس، وبدا يصلي. يا الله، إذا أنت تحب وتسمح بعد علي هالعذاب هذا، لكن خلي إرادتك تتم مش إرادتي. وظهر جبريل يشجع ويقوي فيه، وبدا عرقه يتصبب كقطرات الدم على الأرض. بيكم راقدين؟ قوموا وصليوا باش ما يغلبكمش الشيطان.
كهوذا. يا اخي بوسة تبيع ابن الانسانة. يا سيدنا نضربه بالسيف. فيسع شدوه. يزي يا بطرس. هذه معجزة. لازم عليكم تخرجوا بالسوفة والعصي كاينكم باش تشدوا سارق. كنت معكم كل يوم في بيت الله ومحاولتوش تشدوني. أما هذه هي ساعة خدمتكم وقت تسيطر قوة الجهل. أي ربطوه. عسوا علي مليح. وهزوه العسكر للساحة وبداوا يتمسخروا عليه كونه هو ملك اليهود. هذه لبسة متاع ملك؟ يقول لنا بس مش يصير توا. تحبش تخلصنا سيادتك؟ تخلص روحك صح. الراجل هذا كان معه زيدا؟ لا يا مرأة ما نعرفوش. شفتهم مع بعضهم؟ غيرهم اللي كانوا معك. بس روحك يا ملك اليهود. انت مش واحد منهم؟ انا لا خاتي. من غير شك هالرجل كان مع يسوع على خاطر هو من الجليل زادة. أيمشي؟ ما فهمتش باش تحب تقول. ودار يسوع وخزر البطرس. يا أخي تفكر اش قال له قبل ما يذن السردوك باش تنكرني 3 مرات. يا رب نطلب منك باش تعمل كل شيء حسب مشيتك وإرادتك. انت اللي غفرت لباتنا وقت اللي ما سمعوش كلامك. انت اللي تغششت عليهم اما ما فنيتهمش على خاطر حبتك وعودك ليهم. سمحتهم وغفرت لهم كل اللي عملوه معاك. طلع شكون ضربك؟ هيا طلع شكون باش يضربك؟ هيا يزي. قلت يزي هاتوه قدام المجلس. هيا قوم. واجتمعوا رجال الدين وشيوخ الشعب باش يحاكموا يسوع.
قل لنا أنت هو مسيح الله؟ إذا نقول لكم مش باش تصدقوني، وإذا أنا نسألكم مش باش تجاوبوني. ومن اللحظة هذه باش يقعد ابن الإنسان على يمين قوة عرش الله. هذا يعني إنك ابن الله؟ أنتم قلتوا هذا. مين جاء هذا الكلام؟ ملا تخلوي، مين جاء الكلام هذا؟ هذا كفر، هذا عمره ما يصير. مجرم. احنا بكلنا سمعناه إيش كان يقول. باش نهزوه البيلاطس. هاي خرجوا من هنا وهزوه البيلاطس. اش قاعدين تستناو؟ هاي هاي هزوه. هاي هزوه. هاي امشي معاه. فيس فيس. تحرك. وهزوه قدام بيلاطس أكثر ولات الرومان ظلم والطغيان اللي صلب آلاف الناس. إيش تحبوا عندي شيء في هالوقت عالصباح؟ شدينا هالراجل اللي غلط في الناس، عمل مشكلة كبيرة في سوق بيت الله. إيش باش يكون حسابه؟ لازم يتحاكم. ما شفت حتى تهمة يتحاكم عليها الراجل هذا. احنا لقيناه مذنب، يقول لنا مش لازم تدفع الجزية للقيصر، ويقول اللي هو المسيح الملك. الملك؟ يا أخي أنت هو ملك اليهود؟ أنت تقول هذا؟ راهو بدأ في الجليل وتوا جاء لهنا. الجليل؟ هالراجل من الجليل؟ باهي برشا. هيرود هو يتفاهم معاه، راهو مازال في أورشليم. هاي الهيرود. ايش تقول على روحك؟ وشكون هما تلامذتك؟ برشا قالوا لي اللي انت تعمل في معجزات. هاي اعمل واحدة يا هيرود، راهو قاعد يغلط في الناس وسمى نفسه ملك. هالرجل ملك؟ سيدنا الملك. هيا اضربوه. هزوا رجعوه البيلات، هذه ولايته. هالراجل عمل شيء يسحق لي الموت. يكفي باش نجلدوه بعد سايبه.
انت لازمك تسيب لنا واحد برك من المربوطين في هالعيد. سيب لنا برابس. برابس 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 زيزها الراجل. اي اعطينا برابس. اصلبوه. ايه اصلبوه. انت وانت رجل دور. وبقاو يصيحوا بصوت عالي اللي لازم يسوع يتصلب، وحكم بيلاطس بالموت على يسوع تحت ضغط الناس، وسيب لهم باراباس اللي كان في الحبس بسبب الفتنة والقتل، وسلم لهم يسوع باش يصلبوه. اش اسمك؟ سمعان القيرواني. هاي هزو قصد احبال. هاي هزو امشي تحرك. يا سيدنا رانا نبكيو عليك، هاك اشرب. يا سيدنا اشرب. يا نساء اورشليم ما تبكيوش عليا، اما بكيو على ارواحكم واولادكم. اذا بالانسان الصالح يعملوا به هكا، الشياق على الانسان المجرم. ربي معاك، رانا باش ندعيو لك بالخير. حرك اجل 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 فيزا. هاو امشي انت امشي قدام فيزا فيزا. حرك انت حرك توا امشي دور. هاي امشي.
هيا امشي معاه. يا رب سامحهم على خاطر ما يعرفوش قاعدين يعملوا. خلص ناس اخرين، خليه يخلص روحه ترى. ايا خلص روحك، يبقى انت المسيح. وهبت من فوق سليم. أيام المعجزة ترى. صلب يسوع ما بين زوز سراق حتى تتم النبوة اللي قالوها أنبياء الله مئات السنين من قبل. أغزلوا هذه لبسة بتاع ملك اليهود. خلي لا ما تقطعوهاش. لا استنى قروا عليها. خمسة خسرت. أنا بنتي دو. ما الأزهر عندك؟ إيش باش تعمل بيها كيف خذيتها؟ وحطوا لوحة فوق راسه مكتوب عليها هذا هو ملك اليهود. خلص روحك إذا كان أنت ملك اليهود. موش انت المسيح؟ خلص روحك وخلصنا معك. حتى انت ما تخافش من ربي، احنا نستحقوا هذا على خاطرنا عملنا الشر.
ما هو عم عمل حتى شر. تفكرني يا يسوع وقت ترجع في مجدك. أنا نوعدك اليوم تكون في الجنة معايا. وكان الوقت تقريب نصف النهار، وإذا بالدنيا ظلامت وقعدت ثلاثة سوايع ظلام. شق حجاب محراب بيت الله من وسط. يا رب بين يديك نسلمك روحي. وقد شاف رئيس العسكر اش صار عظم الله وقال: سبحان الله، بالحق الرجل كان صالح. وكان فما راجل تقي وصالح اسمه يوسف، عضو في مجلس الشيوخ، ما كانش موافق على قتلانه. خذا تصريح من بيلاطس باش يدفن يسوع، هبطوا وكفنوا وحطوا في قبر منحوت في الحجر ما تدفن فيه حتى حد من قبل. عمل هذا الكل قبل ما تغرب الشمس. سامحنا، احنا نتبعوا في جثة سيدنا. مرحبا بكم. اما فيسا، السبت قريب يبدا. ونهار لحد في الصباح بكري مشاو باش يزوروه كعادة اليهود. وقت وصلوا لقاو الحجرة اللي كانت مسكرة على قبر تحركت من بقعتها، وكي دخلوا ما لقاوش الجثة في وسطه والكفن محطوط كما هو. علاش تفركسوا على الحي بين الموتى؟ راهو قام ومش هنا،
تفكروا اش قال لكم وقتها كان في الجليل؟ ابن الانسان باش يتسلم لدين الكفار وباش يتسلب وفي النهار الثالث يقوم. اسمعونا، الحجرة مش في بقعتها، دخلنا ما لقيناش الجثة سيدنا، ما فماش. هو جثة سيدنا ما فماش، وبعد طلعونا سوس رشال ملايكة يلمعوا كيف الشمس، وقالونا علاش تفركسوا على الحي بين الموتى؟ بالحق صدقونا صدقونا، شفناهم بعينينا، مشيوا شوفوا القبر تلقاوه فارغ وسيدنا ما فماش. يا بطرس لازم تصدقنا. وظهر يسوع عزوز من تلامذته، يا اخي رجعوا فرحانين للاخرين. اسمعوني، سيدنا قام بالحق، زاد ظهر السمعان. ما عرفناش من الاول وقت، كنا في الطريق. اما وقت عطانا الخبز عرفناه. في عمواس، وعلاش يمشي الغادي؟ السلام عليكم. شبيكم خايفين؟ علاش كل هالشك اللي في قلوبكم؟ شوفوا ايديا وساقيا، وثبتوا اللي انا هو. مسوا وزيدوا تاكدوا. الروح ما عندهاش الحم وعظم كيف اللي عندي انا. هذه هي الحاجات اللي حدثكم عليها قبل ما نموت، كل الحاجات اللي تكتبت عليها في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير صارت اليوم حقيقة، واللي تقال اللي المسيح لازم يموت ويعاود يقوم في النهار الثالث، وباسمه باش تعلن التوبة وغفران الذنوب لكل الأمم والشعوب والقبائل، والبداية من أورشليم. وانتم مشهود على هذا الكل، وانا بيدي باش نعطيكم الوعد اللي خذيته من عند الله. أما أقعدوا في أورشليم حتى لين تجي عليكم قوة من السماء. الله يبارككم ويحفظكم. الله أعطاني كل سلطان في السماء والأرض. امشيوا للعالم الكل وبشروا كل الشعوب وعمدوهم باسم الله والابن والروح القدس. علموهم باش يحفظوا كل اللي تعلمتوه من عندي، وأنا معاكم كل الأيام حتى توفى الدنيا. آمين. وفي كتابه قال ربي اللي المسيح يجي للدنيا هذه وينجيها. تبين حياة المسيح اللي هو اللي تنبأ عليه الأنبياء،
تنبأ إشعياء اللي العذراء تحبل وتجيب ولد. مئات السنين من بعد تحققت النبوة هذه، ويقول الكتاب المقدس اللي القدوس اللي يتولد يكون معنى اسمه ابن الله. زعما ربي يجيب ولد؟ حاشاه، المقصود هوني علاقة روحية بين الله ويسوع. هذا نعرفوه وقت ما نشوفه كيفاش هو عاش، شفى المرضى وغفر الذنوب ورجع الناس لربي ووعدهم بمكان في ملكوت الله الدائم، وقدم روحه كفارة في عوضنا ورجع للحياة وغلب الموت حسب خطة الله. قال يسوع: حتى حد ما ياخذ مني الحياة أنا نعطي حياتي بإرادتي. وحياة يسوع ما توافقتش كان مع اللي كتبوه الأنبياء أكهو، لكن ورات اللي كلمة الله هي حق وموش كذب. قالوا الأنبياء: كلمتك يا رب كاملة بلا عيب ودايمة. ويسوع بيدو قال: السماء والأرض يفناو، لكن كلامي باقي للأبد. جاء يسوع باش يعطينا حياة كاملة، لكن وقت ما صاب نادم الله في جنة عدن اختار طريقه وافعاله بعدته على الخالق. تقول الكتب المقدسة اللي الناس الكل أذنبوا واللي الأجر متاع الذنوب هو الموت الروحي، يعني البعد على ربي. لكن كيما طال الله ضحية لسيدنا إبراهيم باش تموت في عوض ولده، بالضبط بعث يسوع المسيح باش يموت في بقعتنا. حياته وموته وقيامته صلحوا العلاقة بين الله وكل اللي حطوا ثقتهم فيه، وتوى اللي تبعوا يسوع ذنوبهم مغفورة، وزيد على هذا هم ناجين من عقاب الله الأبدي ومتأكدين اللي باش يكونوا في الجنة وباش يعيشوا معاه للأبد. هذه هي الحرية من عبودية الذنوب، وفي مقدور أي واحد ياخذها من يسوع كل يوم. هذا ما يعنيش إنك باش تتبع دين، لكن باش تختار تؤمن بيسوع اللي قال: هاني واقف على الباب ندق، إذا واحد يسمع صوتي ويحل الباب ندخل أنا عنده. معناها نرجع لربي ونمنو اللي يسوع المسيح يعيش معانا ويغفر لنا ذنوبنا ويبدلنا كيما هو يحب. ما يكفيش إنك توافق بفكرك وعقلك على كلامه وإلا تتحمس له، أحنا نقبلوه بالنعمة وبالإيمان وبإرادتنا. إذا كانك حاضر باش تتبع يسوع، تنجم تكلمه وتتوجه له بصلاة، وتتكلم الكتب المقدسة علي باش يكون الضحية الكاملة اللي تكف. يا سيدي المسيح، راني نحتاج لك، شكرا على خاطرك مت على الصليب من أجل ذنوبي. أنا نعترف بيهم ونتوب لك، نحلك باب قلبي ونقبلك كمخلص وكسيد في حياتي. شكرا على خاطرك غفرت لذنوبي. وأعطيتني حياة دائمة. وما دام أنا وليت واحد من أتباعك، خليني نولي كيما تحبني نكون. قال يسوع على أتباعه: الخرفان متاعي تسمع صوتي، وأنا نعرفهم وهو ما يتبعوني، وباش يعيشوا الحياة المتميزة اللي وعدهم بيها يسوع، يتكلموا أتباعه مع الله كل يوم ويصليوا ويقرأوا كلمته ويسمعوها ويخبروا حود أخرين بيها ويتلاقاوا ديما مع بعضهم.
ما تنساوش وعده وقت اللي قال عندي كل سلطان في السماء والأرض وأنا ديما معاكم لنهاية الدنيا.